18 هكتار مسقية كاملة، لأن تشوفوا بلي المردود ما يقارب 30 حتى 35 قنطار في الهكتار. هذا الشيء اللي ربما نفتقر له في المساحات الأخرى نتاع الولاية، بحيث كان عندنا الهدف 70,000 وإحنا توصلنا باش زرعنا 75,000، تجاوزنا الأهداف، وقع أكثر من 2 مليون قنطار هذه كإنتاج على مستوى الولاية، ولكن 65% من المساحة تضررت بشكل كبير، 25% هذه اللي بقات إن شاء الله سنقوم بالحصاد نتاعها، يكون المردود ما بين 8 إلى 12 قنطار حسب كل أنواع من قمح صلب، قمح لين وشعير، هذه وبإنتاج يكون ما بين 250 إلى 300 ألف قنطار.